ويجوز الفائدة نريد، يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ، يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ في هذه وفي هذه، فتقول كان قائما زيد، كان قائما زيد، صح؟ وأصله كان زيد قائم. يجوز أن تقدم، فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط، لأنه بناء على القاعدة اللي مرت علينا أن الاسم مرفوع والخبر منصوب، فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان اللي ما أدري أنه يجوز تقديم الخبر قد يقول هذا الخطأ. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، شوف حقا جمع كان، نصر متأخر، نصر اسمها مؤخر وحقا خبره مقدم. إذن هذه فائدة، فائدة. طيب الفائدة هذه يجوز تقديم خبر كان على اسمها، فتقول كان قائما زيد بدل كان زيد قائما. طيب كان في البيت عمرو بدل كان عمرو في البيت، جائز. أيضا اسم إن يجوز أن يؤخر إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز أن يقدم ويؤخر الاسم، مثل إن زيدا في البيت، إن زيدا في البيت، الخبر في البيت جار ومجرور ولا لا؟ في البيت جار ومجرور. يجوز أن تقدم فتقول إن في البيت زيدا، إن في البيت زيدا، صح؟ قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، هذه الفائدة مهمة. يجوز تقديم خبر كان على اسمها، ويجوز تقديم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب إن عندك مالا، صحيح؟ طيب إن مالا عندك، صحيح. إن في البيت زيدا، إن زيدا في البيت، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان قائما زيد، صحيح. واضح؟ هذه الفائدة. طيب نعرب كان قائما زيد على من الإعراب؟ موقفنا عليه؟ عليه؟ ثالث. ثاني. طيب خالد يلا، كان قائما زيد، نعم نعم نعم، وفعل الماضي الأول اسم كان، اسم منصوب. متى كان هذا يا خالد؟ هذا اسم مقدم على الخبر، واسم منصوب إذا قدم على الخبر صار خبر كان. كيف خبر كان وانت تقول اسم كان؟ كان قائما زيد، ها؟ إيه؟ اسم كان منصوب، ها؟ وش يصير؟ ارفعه، قل كان قائما زيدا، ما يصير، هم اكتب اسم مرفوع، وش هذا؟ هذا فعل؟ ما هو الفعل؟ هو بنون. من هذا السؤال؟ أنت اللي بعده؟ أنت اللي بعده؟ لا هذا من آخر، آخر طريق.
كان كان فعل الماضي النقص طيب قائما خبر كان مقدر قائما خبر كان مقدر منصوب علامة منصوب بها فتحة منصوب بها منصوب بها نعم علامة نصب الفتحة الظاهرة علامة تمام زيد اسم كان ومرفوع بالضم كان مؤخر مؤخر نعم اسم كان مؤخر نعم مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر علامة صحيح يا جماعة؟ طيب يلا يا عبد الرحمن بن داود كان يعني إن في البيت زيدا إن أحد التوقيف وقف في البيت جاء مجرور مفعول خبرها مقدم خبر إن مقدم وزيدا اسمها مؤخر منصوب على مقصده فتضر على منصوب بها منصوب بها على مقصده فتضر على طيب نعم إن عندي كتابا إن حرف توكيد منصوب كلمة الخبر نعم عندي ضم خبر مقدم كتابا اسم فن مؤخرا منصوب على الاسفل منصوب بها وعند اسم الفن طيب صح هنا يلا عند ظرف وعند مضاف ولا مضاف اليه عندك ان الاقامه قد حانت إن حفظ النص يرفع الاسم ويرفع خبر الإقامة اسم إن منصوب يرفع منصوب فتح قد حرف تحقيق حانة في الماضي نعم حانة في الماضي من على إيش نعم والثالثة الثانية والفاعل مستتر تقديره هي جوازم ولا وجوبا جوازم نعم تقديره هي فعل مستتر جوازم تقديره هي أين خبر إن قد حان الجملة من الفعل من الفعل فاعل من الفعل فاعل في المحلاف يعني متأكد أنها قد حان خلاص مدى متأكد حان درس جديد طيب ناخذ درس جديد وناخذ إعرابي نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها شف سبحان الله ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا والدليل على هذا التتبع والاستقراء لأن العلماء تتبعوا كلام العرب واستقرؤوا فتبين أن العرب تنصف المبتدا والخبر بظن وأخواتها فإذا دخل ظن وأخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على أنهما مفعولان لها على أنهما مفعولان لها وبهذا تمت الأحوال الأربعة للمبتدا والخبر فيكونان مرفوعين ومنصوبين والمبتدا مرفوعا والخبر منصوبا والمبتدا منصوبا والخبر مرفوع ولا في حال خامسة ما في حال خامسة إما أن يكون مرفوعين أو منصوبين أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا أو الثاني منصوبا أو الأول منصوبا والثاني مرفوعا ما في هذه القسمة حاصلة يكونان مرفوعين إذا لم يدخل عليهما ناصب ويكونان منصوبين في ظن وأخواته ويكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا في كان وأخواته ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا في إن وأخواته طيب ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر وأخواتها معناه
المشاركات لها في العمل، يعني الأدوات التي تعمل عمل ظن هي أخوات ظن، وهي ظننت. ما هو لازم يقول ظن، يعني أنت لو حذفها ما في مانع، لو قال ظن وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل وسمع، كم؟ 10. طيب يقول ما ظن أخواتها، فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت. أت هذه لازم تكون معنا ولا لا؟ ها؟ لا مو لازم، مين من الأداة؟ لو قلت ظن زيد عمرا قائما صح، فهي ليست من الأداة، لكن الكتاب للمبتدئين، وأراد المؤلف رحمه الله أن يأتي بأخصر ما يكون مما يقرب المعنى إلى المبتدأ. ظن تقول مثلا ظننت زيدا قائما، عندي نحو ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا، ظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل، ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصال يا خالد بضمير الرفع المتحرك، والتاء ايش؟ فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعمرا مفعولها الاول، نعم قبل، وهي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، الاول المبتدا والثاني الخبر، زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامه النصب فتح ظاهره في اخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامه النصب فتح ظاهره في اخره. اعود مره ثانيه، ظننت زيدا منطلقا، اقول ظننت فعل وفاعل، هذا نسميها الاعراب الاجمالي، نسميها الاعراب الاجمالي، تفصل ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لان التاء ضمير رفع متحرك، وهي تنصب مفعولين، الاول المبتدا والثاني الخبر، زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر، منطلقا مفعولها الثاني منصوبا بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. طيب لو قلت ظننت زيد منطلق، خطأ خطأ، ظننت زيدا منطلق، طيب ظننت زيد منطلقا، خطأ، وش بقى الصواب؟ الصواب ما هو الأخير، ظننت زيدا منطلقا، تمام. طيب نشوف الثاني، يقول مؤلف وحسبت، حسب حسب أيضا تنصب مفعولين، فتقول حسبت عمرا صادقا، حسبت عمرا صادقا، فإذا هو كاذب. طيب حسبت عمرا صادقا، الإعراب حسبت فعل وفاعل، حسب فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك، وهو ينصب مفعولين، الأول فعل الشر والثاني، الأول مبتدأ الأول المبتدأ والثاني الخبر، والتاء ضمير، ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، ماذا قلنا؟ عمرا صادقا، عمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وصادقا مفعولها الثاني
منصوب بها وعن نصب فتحة ظاهرة في آخره. طيب الثالث خلت. خلت خلت وش معنى؟ يعني ظننت. خلت ظننت. طيب قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. خالها يعني ظنها. إذن خلت بمعنى ظننت. خلت التلميذ فاهما. يعني ظننت التلميذ فاهما. الإعراب: خلت فعل وفاعل. خال فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين أولهما المبتدأ والثاني الخبر، والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع. فاعل قل لا إيه فاعل. خلت التلميذ مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر، وفاهما خبرها منصوب بها. بارك الله فيك. لا هو كل واحد. فاهما مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب زعمت. زعمت لها معاني، لكن الذي نريد هو زعمت الذي بمعنى ظننت. زعمت الذي بمعنى ظننت. فتقول: زعمت زيدا عمرا. زعمت زيدا عمرا يعني ظننت. زعمت فعل وفاعل. زعم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ايش؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. عمرا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ومعنى ظننت زيدا عمرا يعني ظننت أن زيد هو عمرا. طيب ورأيت. رأيت تكون بمعنى علمت، وتكون بمعنى ظننت، وتكون بمعنى أبصرت، وتكون بمعنى ضربت رئته. كم هذه؟ أربعة. بمعنى علمت، بمعنى ظننت، بمعنى أبصرت، بمعنى ضربت رئته. طيب إذا كانت بمعنى علمت وظننت فهي من أخوات ظن، من أخوات ظن. وإذا كانت بمعنى أبصرت فإنها تنصب مفعولا واحدا فقط، وإذا كانت بمعنى ضربت رئته فهي أيضا تنصب مفعولا واحدا. فلو قال لك قائل: هل رأيت زيدا؟ قلت: شايفه بعيني. قلت: والله ما رأيته، يعني ما ضربت رئته. صدقت ولا ما صدقت؟ صدقت. هذا ينفعك في التأويل، هذا ينفعك في التأويل. واحد يدور شخص يقول: ما رأيت فلان؟ وانت شافه قبل قليل. تقول: لا والله ما رأيته. تحلف: والله ما رأيته. وانت تنوي: ما ضربت رئته. فهذا ينفعك وتكون بارا بيمينك. طيب قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. حد رأى بمعنى علم، بمعنى علم. وتقول: رأيت المريض فظننته معالجا. نعم
رأيت المريض أو عدت المريض فرأيته معالجا. بمعنى ظننت معالج، لأن ما شفته يعالج، لكن ظنيت أنه معالج لأن شفت حاله يعني أحسن من قبل. طيب، وتقول رأيت زيدا بمعنى أبصرت، وتقول رأيت زيدا أي ضربت رئته، لكن هذا الأخير بعيد، يعني ما يعرفه إلا الذي أراده بنفسه. أما المخاطب فإنه لا يطرأ على باله أن رأيته بمعنى ضربت رئته، هذا بعيد عند السامع. طيب، المهم الذي من أخوات ظن هو رأيت بمعنى علمت، ورأيت بمعنى ظننت، أما أبصرت فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، وكذلك رأيت بمعنى ضربت رئته. وعلمت، نعم، علم تنصب مفعولين، علم تنصب مفعولين. تقول علمت عمرا شاخصا، علمت عمرا شاخصا، يصح هذا؟ الإعراب علمت فعل وفاعل، علم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين، أولهما المبتدأ والثاني الخبر، والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره، وشاخصا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. ووجدت، نعم، قال الله تعالى لوجدوا الله غفورا رحيما، وجدوا الله غفورا رحيما، ووجد تأتي بمعنى وجدته على حال معينة، وتأتي بمعنى لقيته، فتقول طلبت الدرهم الذي ضاع لي فوجدته، يعني لقيته. طيب، وتقول طلبت الدرهم الذي ضاع لي فوجدته مدفونا، شبه الأول بمعنى لقيته لم تنصب إلا مفعول واحد، أما هذه فنصبت مفعولين، لأن المعنى وجدت على حال معينة، وجدته مدفونا. لوجد الله غفور رحيما، يعني نعم، أي في حال الأحوال. طيب، وتأتي وجد بمعنى حزن، تقول ضاعت بعيره فوجد عليها، يعني حزن عليها. طيب، الآن وجد يمكن نستعملها في هذا المثال للأمور الثلاث، تقول ضاعت بعيره فوجد عليها، يعني حزن، ضاعت بعيره فوجدها لقيها، ضاعت بعيره فوجد عليها غبارا، هذه تنصب مفعولين. طيب، والذي يبين لنا أحد المعاني الثلاثة هو السياق. طيب، واتخذت، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، نعربها، اتخذ فعل ماضي مبني على الفتح، والاسم الكريم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، واتخذ تنصب مفعولين، الأول المبتدأ والثاني الخبر، وإبراهيم المفعول الأول، مفعولها الأول منصوب بها بالفتحة الظاهرة، وخليلا مفعولها الثاني منصوب بها بالفتحة الظاهرة. طيب، وجعلت، طيب، جعلت، تقول جعلت الخشب بابا، جعلت الخشب بابا، كم نصبت؟ مفعولين،
يعني صيرت الخشب بابا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب ناخذ مثال ضربنا اول: جعلت الخشب بابا اي صيرت. فجعلت فعل وفاعل، جعل فعل ماضي من بين السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. الخشب مفعولها الاول منصوب بها وعلم نصب فتحه ظاهره في اخره، بابا مفعولها الثاني منصوب بها وعلم نصب فتحه ظاهره في اخرها. طيب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن هذه الأداة سمعت اختلف فيها النحويون، فبعضهم قال إنها تنصب مفعولين، وبعضهم قال لا تنصب مفعولين، لأن السمع حاسة من الحواس، وما كان مدرك الحواس فإنه لا ينصب مفعولين. انظر رأيت إذا كان بمعنى علمت تنصب مفعولين، إذا كان بمعنى أبصرت لا تنصب إلا مفعولا واحدا. فقال المؤلف: ومن يرى أنها تنصب مفعولين؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، فرسول مفعول أول، وجملة يقول مفعول ثاني، لأن رسول ويقول يصح أن يجعلها مبتدا وخبرا، فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والمبتدا والخبر إذا دخلت عليه أداة ثم نصبت صارت عاملة فيه. وأن تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتقول أحيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، عرفت؟ فنقول لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت شاهد. فهنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هل نقول النبي مفعول أول ويصلي مفعول ثاني؟ لا، نقول النبي مفعول به ويصلي منصوع الحال في موضع نصب الحال. إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقول النبي مفعول به ويقول في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال. انتبه. طيب إذن سمعت اختلف النحويون فيها، فقال بعضهم إنها من أخوات ظن، وقال آخرون ليست من أخواتها، لأن الفصيلة مختلفة، هذه من الظأن وهذه من الغنم. قل لا ايش نقول؟ لا، الظأن شيء من الغنم، يعني بعض الموت. اذن هذه من الظأن وهذه من المعز، صحيح؟ طيب على كل حال قالوا لا يمكن ان نجعل سمع تنصب مفعولين الا اذا وافقتمونا على ان راى البصريه تنصب مفعولين، لان الرؤيه البصريه والسمع كلاهما أدوات حسية فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. على كل حال بالنسبة للشكل ما تختلف، إنما الشكل في الإعراب. فلو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كذا وكذا يصح، سمعته يقول يصح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا كذا يصح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، شف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وش تعرف راكعا؟ حال، ما تقول راكعا مفعول ثاني، لأن البصر والسمع لا ينصب إلا مفعولا واحدا، واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله: تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الله أعلم. نعم، وأصحاب الجنة. يلا سامي، ما هو عمل ظن وأخواتها؟
ترفع المفترض تنصب المفترض أو خبر جميعا على أنهم قولنا. أحسنت. كم أداة هي؟ 19. 9. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. 10. نعم. طيب اشترطنا في رأيت أن لا تكون بصري. فإن كانت بصرية تنصب مفعولة واحدة. وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته. وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته. فإن كانت بمعنى سمك ربع. أحسن. طيب مثل البصرية. بصرية رأيت الرجل قائلا. إيش؟ رأيت الرجل رجلا. بس لأن ما تنصب إلا مفعول واحد. قائم. رأيت الرجل. لا رأيت رجلا. قائم الحديث. ما حاجة. ما هو لازم. رأيت رجل. كذا. طيب رأيت بمعنى ضربت رئتي. فهد رأيت يعني ضربت رئتي. لكن كيف تضرب الرئة وفوق الضلوع؟ وصل ضرب الأمر أي مكان. طيب اشترطنا في أظن في شرط ثاني في الوقت جعلته ولا ما اشترط شيئا خير خلت تمشي. طيب ظن وأخواته هات مثال لآدم لخاله خلته نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق. خلت زيدا في السوق يعني خلت زيدا في السوق. لا خليك على الأول. خلت زيدا في السوق يعني اشتري. لا لا ما أقول وش يفعل لكن وش معنى خلته في السوق يعني رأيت. لا ظن وأخواتك ظننت أنه في السوق. أي نعم تمام. طيب اتخذ مثال اتخذت عمرا صديقا. أحسنت. اتخذت عمرا صديقا ومنه قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا. جعل أحمد جعلت الطين إبريقا وجعلنا الليل لباسا. طيب سمع سمعت الأذان واضح يعني الآن نصرت مفعولين. هنا يا مثل البصرية أو مثل الرائحة. يعني القول الراجح أنها لا تنصب إلى مفعول واحد. طيب هنا المثال الذي ذكرت كيف نعرف واضحا على القول بأنها لا تنصب إلى مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضح. ها؟ ها؟ حال. طيب نعرف على أنها حال وذكرنا أن هذا القول هو الراجح أن سمع ليست من أخوات الظن لأنها حاسة من الحواس وما يدرك بالحواس لا يمكن أن يكون مفعولا أن نسمع مفعولا. طيب ناخذ اعراب الان نبدا من اول ولا عندك يعني من اثناء الثاني. طيب ظننت زيدا منطلقا. ظننا في الماضي وابني عن السكوت
اتصاله بضمير الضم المتحرك. نعم. تا ضمير متصل مبني على الضم. وهو ينصب. هو ينصب مفعولي. مفعولي. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول أول لظننت منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على آخره. نعم. منطلقا مفعول ثاني لظن منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على آخره. طيب يلا آدم. ظن فعل ماضي. ظننت فعل وفعل. إذا جاءت الضمير مع الفعل اعرفه والإجمال ثم فصل. ظننت فعل. ظننت فعل وفعل. نعم. ظن. ظن فعل ماضي. نعم. مع السكون لاتصال إذن الرفع المتحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدأ وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك مبني على ضمير متكلم. ضمير متكلم فاعل. إيه نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول الأول. نعم. مفعول الأول. إيه نعم. منصوب. منصوب على بها. بها. منصوب بضم. منصوب نعم. بها. نعم. على نصب الفتح الظاهر في آخره. نعم. أبوه. أبوه منطلق. أبوه مبتدا. نعم. مرفوع على رفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من سنة خمسة. أحسنت. أبوه مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع. مرفوع بالابتداء. نعم. مرفوع بالابتداء. نعم. علامة رفع الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظنن. نعم. بارك الله. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل خلت فعل ماضي. فعل 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 خلت فعل ماضي. اصبر يا اخي كيف وخلت فعل وفاعل ثم وخلت فعل ماضي كيف خلت فعل ولا خلت هذا ما عندنا خلت فعل وفاعل خال فعل ماضي خال فعل ماضي مبني مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك احسنت التاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على خلت لا كل الضمائر مبنية مبنى الضم قال ابن مالك وكل مضمر له البنى يجب احفظ الشرط هذا وكل مضمر له البنى يجب نعم التاء فاعل مبنى الضم فاعل مبنى الضم وهو ينصب في محل في محل في محل رفع فاعل نعم ينصب مفعولين وش لازم أقول الضمير خلت خالة خالة نعم القمرة مفعول به أول منصوب وعمل نصب به الفتحة الظاهرة على آخره وش حكمة الجملة طالعا طالعا مفعول به ثاني مفعولها الثاني ما تقول به مفعولها الثاني نعم منصوب وعمل نصب به الفتحة الظاهرة على آخره أحسن طيب رأيت زيدا ثم رأيت أباه قاعدا رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل رأيت فعل ماضي مبني ما تقول رأيت تقول رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك أحسنت ويا تاء فاعل مبني على الضم مبني على الضم تاء فاعل مبني على الضم في محل رفع المبتدا محل رفع بس فاعل طيب رايت ماذا؟ نعم رايت زيدا زيدا مفعولها منصوب بها وعلامه تصبيه مفعول به منصوب مفعول به منصوب علامه تصبيه الفتحه الظاهره على اخره ثم رايت اباه قاعدا
ثم حرف عطف. حرف عطف. نعم. رأيتم. رأيتم. ما أخذنا لكم. قالت لها ما حسبت عليك أنا علمتك بها ولا حسبت عليك. ثم حرف عطف ورأيتم. عطوفا عليك. إذا ما تعرفها بس تفصيليا. ما شكت بالعربي يعني رأيته ما أنت تذكري قبله رأيته فعل ماضي رأيته رأيته فعل طيب فعل ماضي مبني على سكون لاتصال الضمير رقم المتحرك فاعل مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع فاعل تمام رأيته أبا اسمها مفعول رأى الأول مفعول رأى الأول منصوب بها وأنت نصبه الفتحة وين الفتحة الألف أصبر الألف ليش المنصوب ينصب الفتح كيف هذا الألف مرفوع بالألف منصوب بالألف إيش كمل أبا مضاف لا ما تعدينا أبا مفعولها الأول منصوب بها ولم تنصب الألف علل ما حبط من النحو حاول من النحو لأنه من الأسماء الخمسة أحسن طيب أبا مضاف أبا مضاف ولا أبا مضاف إليه نعم أبي عظم أبي عظم في محل جار بالإضافة طيب قاعدا قاعدا خبر أبا مفعولها الثاني منصوب بها منصوب بها وعلامة نصبها كسرها طيب هذا قلنا في الأول رأيت زيدا ولا أتينا بمفعول ثاني والثانية رأيت ثم رأيت أباه قاعدا أتينا بمفعول ثاني خالد السلام. طيب الثانية مفعول إليها لمحل لا لماذا نصبنا في رأيت الثانية اثنين اي نعم ولم ننصب في الأولى إلا واحدة لأن الأولى بصرية والثانية علمية اي صحيح يا جماعة الأولى بصرية رأيت زيدا أمامي ثم رأيت يعني علمت لما رأيت زيد علمت أن أباه كان قاردا ثم رأيت نعم أي لكن لما نصبنا في العين لم تكن رؤية بصرية. اسمعني. واللي يحتمل نعم. أي ما يمكن لكن الأصل عدم هذا. طيب ثم قال المؤلف باب النعت تقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم باب النعت النعت ثلاثة من العنف والكين والنصر وحضر وتعريفه وتنكيل تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر له أنا وأنت الاسم مهب الاسم 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 المضمر له أنا وأنت والاسم العلم له زيدا ومكة والاسم المبهم له هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والغلام تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب النعت
النعت يعني الوصف، فقل نعته أي وصفه. ولهذا يطلق بعض النحويين عليه يطلقون يطلق عليه الوصف، باب الوصف. فالوصف والصفة والنعت بمعنى واحد، وهو أي النعت وصف يوصف به ما سبق، وصف يوصف به ما سبق. فلا يتقدم النعت على المنعوت، وقد يوصف بقدح وقد يوصف بمدح. فإذا قلت جاء زيد العالم فقد وصفته بمدح، وإذا قلت جاء زيد الجاهل